الموسم او في دور 16 في مباراة النهضة شارك المرة الاولى وسجل هاتريك. هذا كلام ملعوبة يعني. يا الله يا الله، خلاص هنا يوقف المعلق العادة، خلاص هذا وقت يوقف فيه المعلق، يوقف فيه اللاعب يفكر يعني شوف. يبغى المركز الثالث ويعمل على الثاني. ماجد الخيبر الان، الان بدانا بالمتعه، تاتي الكره الان، خيبر يلعب كره عرضيه فوق من ماجد الخيبري، اتت الكره العرضيه وهوب الله. فريقين حفاظا على هذه النتيجه، خالد العبود، الله الله لصالح خالد العبود، كره شبه ميته، كره شبه ميته. وهذا ستار مارتن يبغي تسجيل دخول، لكن الكرة بتتهيأ في مكان، يا رب اشتعلت يا إثير ستار مارتن، الكرة في المدافع بيتغير اتجاهها، الكرة وصلت نادي الشباب إلى نادي كبير. تصل الكرة محاولة والرأسية، جول جول جول، الخليج يسجل الثالث. اليوم افتقد لإيريك بيريرا، شاهد الكرة، شاهد المحاولة، هي براسية من بومبا وأتت بأقدامي من الحسيني. أحمد الفريدي على الأمامية، مايكا بيلعبها للراهب أمام المرمى، هدف نصراوي يلغى، الرماية والتسلل واضحة جدا، كرة بأمامي انها مباراة هجومية، يبدو انها مباراة مثيرة. الذوادي يلعب الكرة، اوه شوف الذوادي، عرضية عرضية، اوه الامامية طلال الشمالي، يا سلام على مهارة وعلى مرور وعلى محاولة، ما زالت قائمة الكرة في عرضية وفيها جول يسعد، شوف المرور رائع والمحاولة الاكثر من رائعة، فخرة وجدها القادمة وبالامام الفتح مصعب يلعب كره داخل منطقه الجزاء، تمرير رائع، محاوله داخل منطقه الجزاء، الله جول جول الهجراوي، الهجريه في الهجراويه ومن الخلجاويه سجلوها، شوف اللقطه، شوف الارتفاع، لكن لاعب هجر هو من سجل.